كان الحديث مع السيد رئيس الجمهورية يتعلق بالأوضاع السائدة الآن والمنعطف الخطير الذي يمر به العراق، وكانت رسالتنا إليه أن تكون هنالك سرعة في عملية إنهاء تكليف رئيس الوزراء. وقد تحدثنا كثيرا مع فخامة الرئيس، وأعتقد أن العراق يحتاج إلى رئيس وزراء قوي ورئيس وزراء فعال ورئيس وزراء مقبول من الكتل السياسية ومن النقابات المهنية ومن كل الشخصيات التي لعبت دورا كبيرا في عملية ساحات الاعتصام والتظاهرات الكبيرة التي يشهدها العراق. وبالتالي نحن نعتقد أن هذه المرحلة تحتاج إلى الرجل القوي الأمين الذي يستطيع أن ينهض بالبلاد بأعبائها الكبيرة. وأعتقد أن هذا الموضوع يجب أن يحسم من قبل القادة السياسيين العراقيين والكتل السياسية، وكذلك من فخامة رئيس الجمهورية.